رأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي صباح اليوم اجتماع المجلس الذي عقد بمقره في أبراج الإمارات بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم النائب الثاني لرئيس المجلس والمديرين العموم الأعضاء في المجلس. واستعرض أعضاء المجلس التنفيذي استراتيجية الصحة البيئية لإمارة دبي والتي قدمتها بلدية دبي في ضوء نتائج التحليل المعتمدة من اللجنة القطاعية، حيث تضمن العرض أهم نتائج تحليل الوضع الحالي والمبادرات الاستراتيجية المقترحة وخطة العمل، بالإضافة إلى مؤشرات الأداء والموازنات المرصودة. وتركز النتائج التي قدمتها البلدية خلال الاجتماع على تحقيق أفضل المعايير العالمية للصحة البيئية. وقد وجه المجلس بالبدء في قياس مؤشر صحة البيئة بالتوافق مع المعايير العالمية المطبقة بهذا الشأن. من جانب آخر، اطلع أعضاء المجلس على سياسة تعزز موقع دبي كمركز عالمي لتجارة الذهب والمجوهرات.